بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن الهيمانجيوما والفاسكولار مالفورميشن اللي بيطلعوا في السوفت تيشوز. مقدمة أساسية، الهيمانجيوما والفاسكولار مالفورميشن هما الاثنين يعتبروا مالفورميشن. الاي في ام والهيمانجيوما يعتبر هما الاثنين مالفورميشن، وبالتالي بيتحطوا في انتيتي واحدة، ويعتبر كل واحد منهم سب تايبس. فالهيمانجيوما منها سب تايبس الكابيلاري والكافيرنس والفينس، والاي في ام انتيتي لوحدها. فلو احنا حطينا عنوان كبير الهيمانجيوما اند فاسكولار مالفورميشن، هيبقوا الاربعه تحت هذا العنوان. كلمه هيمانجيوما كلمه فضفاضه وغير دقيقه، لان هي بتشمل انواع ما هيش نيوبلاستيك، يعني كلمه هيمانجيوما اخرها اوما يعني تيومر، لكن عندنا تايبس منها ما هيش تيومرز زي الكافيرنس هيمانجيوما سواء طلعت في البرين او في الاوربت او خلافه، ما هيش بالاساس نيوبلاستيك جروث. تمام. التفرقة بين الهيمانجيوما والاي في ام صعب على مستوى الايميجينج، لكن احنا ممكن نقول ان الاي في ام ده عبارة عن ابنورمال ليش اوف فيزلز، بيحصل شنط بين ارتري وفين وزاوت انترليسنج او انترفينينج كابيلاري بيد. والاي في ام بتطلع في اي مكان، لكن ليها سايتس اوف بريدليكشن، اماكن بتكثر فيها زي مثلا البرين الكافيرنو الارتري فينوس مال فورميشن، غير الكافيرنوما اللي هي الهيمانجيوما يعتبر هيمانجيوما. في البرين في اي في ام، في الليفر في اي في ام، في الماسكولو سكيليتال او السوفت تيشوز في اي في ام، في اللانج في اي في ام، كوميونيكيشن بين ارتري وفين احيانا يكون سنجل واحيانا مالتيبل في بعض السندرومز، في اليوترس كذلك. فلو لقينا دايركت كوميونيكيشن بين ارتري وفين هنعتبرها ارتريو فينوس مال فورميشن، من اسمها كده فيها كوميونيكيشن بين ارتري وفين ارتريو فينوس. اما الهيمانجيوما فهي فاسكولار ليجن اب نورمال جروث اوف فيزلز، لكن ما هياش بالهاير فاسكولاريتي بتاعت الاي في ام، ما هياش فيها دايركت كوميونيكيشن بين ارتري وفين. ده عيان 28 سنه جاي بهايلي فاسكولار ليجن ان ذا ليفت جلوتير ريجون، عبارة عن شبكة من dilated blood vessels. تمام. وباين طبعا ان ال left internal iliac vessels markedly dilated، هنا ال artery هو ال more dense وهنا ال vein هما الاثنين dilated و tortuous عند ال artery. ال internal iliac artery بينقسم الى two division، the common iliac ينقسم الى internal داخلي و external خارجي. الانترنال بدوره بيقسم الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن. الانتيريور ديفيجن ده بيغذي البلفيك ستراكشر زي مثلا اليوترس والبلادر والبرونيوم، يدينا البيودندال والفيزايكل والليتراين بيبتدي ينقسم. والبوستيريور ديفيجن بالاساس بيغذي البوستيريور وول اوف ذا بلفس، الجلوتياي الانفيريور والسوبيريور جلوتيال ارتريز واللاترال سيكرال واليولامبر. اهو هنا هيدينا اللاترال سيكرال والسوبيريور جلوتيال، والسوبيريور جلوتيال هيعدي عشان يغذي الجلوتياس ماكسيمس واخواتها. على الناحية التانية باين طبعا ان السوبيريور جلوتيال هو المين سبلاي للمكان ده. تمام. وان برضو السوبيريور جلوتيال فين هو الدرينج، وبالتالي الفينز كلهم دايليتد. هنا في فينوس درينج الناحية التانية. تمام. يهمنا دي حالة arterial venous malformation، يعني في direct communication بين artery والvein without capillary bed. يهمنا نعرف كل الفيدر عشان لو في intervention يعني to be closed later، و يعني ميبقاش في فيدر انت ما قفلتهوش مثلا يعني. تمام. عندنا هنا في artery supplying المكان ده، بس انت يعني على وجه القطع مش عارف تقول هو جاي من فين، اللي هو ده الارتري ده جاي من البوستيريور اسبيكت اوف ذا اورتا عند البايفوركيشن بالظبط. خلينا نفكر في الميديان سيكرال ارتري والبرانش اللي كان بيطلع من البايفوركيشن، لكن عمرنا ما كنا بنشوفه بالشكل ده، فهو دايليتد عشان الديماند اللي هنا عالي ان هو فاتح على على على, على شنط. يعني الصور 3 دي هتدينا معلومات فراغيه سبيشال ديتيلز اكتر. دي صورة 3D VR Volume Rendering، ودي صورة زيها بس في Bone Background. باين طبعا هنا الليجن النايدس اللي هي الكوميونيكيشن بين الارتري والفين. تمام. وباين طبعا الفيزلز دايليتد الانترنال اليك، ده الكومون اليك، والانترنال اليك دايليتد خالص. في العادة هو بيبقى يعني كد الاكسترنال اليك او اصغر،
لكن هنا more dilated عنه. لو عايزين نكبر الصورتين مع بعض هنختار العلامة دي، لكن لو لما يكونوا من نفس الفوليوم يعني. تمام، نحاول نشوف الفيدنج فيزلز. باين طبعا ده الميديان سيكر اللي احنا قلنا عليه، وباين طبعا هنا في فيزل تاني اللي هو فيدر برضو، ده الميديال فيمورال سيركمفليكس رايح برضو يغذي الليجن. فمهم في حالة زي كده ان احنا نعرف كل الفيدر ونعرف كل الدرينج، يعني هو في درينج الناحية التانية، فينوس درينج الناحية التانية شفناه في الأكسيال. يعني الميديان سيكرال ارتري يعني عمره ما بيبان بالوضوح ده. ودي الميب ايمجز. الميب ايمجز ممكن نعمل منها انفيرتد ميب زي صور الانجيو، بنعكس الصورة بنخلي الكونتراست باللون الاسود والباك جراوند باللون الابيض، يعني كلها بتدينا ايه تفاصيل عن الليجن. ده عيان 32 سنة جايب برايت تشيك سويلنج. السويلنج ده فاسكولار، باين ان هو واخد صبغة. تمام، وظاهر معانا ان هو فيه كالسيفيكيشن فليبوليس، ودي كاركترستيك للهيمانجيوما. عايزين نشوف الفيدنج فيزلز، هنجيب الانجيو ويندو. هنا عندنا الانترنال والاكسترنال كاروتيد ارتريز. الاكسترنال هيطلع لاترال شوية، هيطلع لاترال اللي هو ده. تمام، وهنا هينقسم الى هيدينا الماكسيلاري اللي هو ماشي ميديال، والسوبرفيشال تيمبر اللي هو ماشي لاترال اللي هو ده البرانش منه يعني. تمام، وعندنا هنا نفتح الويندو شوية، في ارتري هنا رايح ناحية الهيمانجيوما. ده هو الانفرا اوربيتال ارتري. فالهيمانجيوما ما فيهاش دايركت كوميونيكيشن بين ارتري وفين، لكن هي فاسكولار ليجن ولي فيدر. وده المنظر في الام ار اي في التيون بوست كونتراست، الليجن فاسكولار طبعا واضح، وفي سيجنال فويد ممكن تكون بلاد فيسل او تكون كالسيفيكيشن. هنا فيش ده السبمانديبولار جلاند، وفي لينف نود، ده التي 2 طبعا. الهيمانجيوما من الحاجات اللي ليها يعني هاي تي 2 سيجنال، فبالتالي هي هايبر انتنسيف التي 2. واضح طبعا العيان عنده ساينوسايتس، ماكسيلاري ساينوسايتس وفرونتال ساينوسايتس هنا.